وفي برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إلى مملكة البحرين، أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب أن العلاقات البحرينية الأردنية نموذج للعلاقات بين الأشقاء التي تستند إلى روابط راسخة على المستويين الرسمي والشعبي. نتمنى أن يكون كل العرب حقيقة قلوبهم أن بعضهم كما هي قلوب البحرينيين مع الأردنيين. إحنا شعب واحد نشعر أن واحد، عاداتنا واحدة، تقاليدنا واحدة. أنا عندما كنت أمشي في العاصمة البحرينية بمشي كأني ماشي بعمان أشوف الناس. يعني هذا التداخل الموجود، هذا التداخل حرصنا عليه وسنحرص عليه وسنبقى نحرص عليه، لأنه هذه العلاقة علاقة أبدية. اليوم أنا كنت أعرف أن جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين ومعه ولي العهد ذهبوا، أنا أني أعتبر شيء عادي هذا. أنا لم أسأل لماذا ذهب جلالة الملك ومعه ولي العهد إلى الدولة الشقيقة البحرين، مملكة البحرين. أنا ما بسأل لأنه شيء عادي بالنسبة إلي أنه جلالة الملك يذهب إلى البحرين. وأيضا أنا أشعر أنه شيء عادي عندما أرى أيضا جلالة الملك البحريني يكون في عمان، هذا شيء عادي. أو يلتقوا في عاصمة عربية في مناسبة عربية. حقيقة أنه إحنا هذا التداخل الموجود قديم جدا. هذه هي العلاقة التاريخية التي يجب أن نحرص عليها وسنحرص عليها. وهذا اليوم يوم سعيد أن جلالة الملك عبد الله ومعه ولي العهد موجود عند أشقائنا وأخوتنا وهو في بلده. في صح مصالح مشتركة وفي عمل عسكري مشترك وعمل أمني مشترك وقضايا اقتصادية مشتركة وفي قضايا. الأهم من هذا كله أنه يجمعنا الوجدان الداخلي، القرب بالوجدان، القرب داخلي. وأنا اليوم لما يكون سيدنا موجود هناك ومع ولي العهد أبدا أنا أشعر كأنه رايح، وأنت تشعر كأنه رايح على السلطة وكأنه رايح على إربد. هذه بلدنا وهذول أهلنا، والتراب الموجود ترابنا والهواء هوانا، والكتب الموجودة يقرأها الطلاب المدارس هي كتبنا وكتبهم أيضا نقرأها هنا. ولذلك هذا الوجدان الموجود، التلاقي الموجود، هذا تلاقي تاريخي طبيعي متسلسل من فترة طويلة.